اهلا وسهلا بقناه النادي الاهلي، انا عباس قعود. اتعلمت السكواش في النادي الاهلي وانا عندي 12 سنه على ايد المختار بيه تيتش الله يرحمه، اللي هو ابو النادي وابو الرياضه كلها في النادي الاهلي، وكمال بيه حافظ وعباد بيه سليم، و يعني كان ليهم فضل كبير عليا من صغري، تبنوني ورعوني وفي كل حاجه يعني. وبعد كده بقيت لما بطولات الناشئين كانت بتتعمل في شهر اغسطس في اسكندريه، كان مختار بيه تيتش بيصيف بياخد اجازته الصيفيه في شهر 8، فكان دايما يجي يتفرج عليا ويشجعني. وبعد كده بقيت بطل مصر للناشئين، وبعد كده بطل مصر الرجال، وبعدين بقيت ليا ترتيب عالمي وصلت نمره 5 في العالم. وكان ليا الشرف ان انا كنت كابتن فريق منتخب مصر في بطوله العالم في نيوزيلندا، واحرزنا المركز الثاني في بطوله العالم لفرق الرجال، ودي كانت اول مره مصر تكسب انجلترا. وكنت انا وزمايلي كابتن محمد عصام وكابتن جلال علام، وكنا 1-1 في نتيجه المباراه، والمباراه الفاصله كانت بيني وبين لاعب الانجليزي رقم 1، وكسبت. وكانت اول مره مصر تكسب انجلترا في بطوله العالم. بعد كده كسبناها طبعا، كسبنا انجلترا كتير، واحترفت في انجلترا فتره طويله جدا، وبعدين بقيت مدرب منتخب مصر. وكان ليا الشرف ان انا اكون اول واحد مدير فني يكسب بطوله العالم للناشئين، وبعدها بطوله العالم للرجال الاولى. وقعدت فتره كبيره يعني، جميع اللاعبين الابطال العالم المصريين كنت اكون بتدريبهم، زي احمد براده، كريم درويش، عمرو شبانه، وائل حاتم، محمد عباس، كتير يعني، رامع عاشور. فانا بقالي اكتر من 50 سنه بلعب سكواش، وطول عمري السكواش بتاعي للنادي الاهلي. ذكرياتي في السكواش تقريبا انا لعبت سكواش في جميع انحاء العالم، كسبت بطولات كتير دوليه وعالميه، احترفت فتره طويله في انجلترا، كسبت جميع المراحل السنيه للناشئين والرجال على مستوى مصر. فانا يعني عايز كتاب عشان افتكر كل البطولات اللي لعبتها. انا بلعب بقالي كتير جدا جدا، كان انا ادم واحد حاليا بلعب سكواش في مصر كلها. بطولة انجلترا للمحترفين بريتش اوبن في المصر، فوق 35 سنه و40 سنه الاول، بطولات كتير جدا. انا لازم اجيب الكتاب بتاعي عشان اقعد اقرا لك. سكواش عمل لي صداقات كتير جدا من خلال مشواري وفي النادي الاهلي، من اعز اصدقائي الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب، كابتن صالح سليم الله يرحمه، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت البطل، كابتن زيزو، كابتن فتحي مبروك، كل دول يعني اصدقائي وحبايبي واخواتي يعني، واحنا على اتصال دائم الحمد لله يعني. المواقف اللي احنا مرينا بيها، ان احنا كنا بنلعب في الملاعب دي، ان احنا كان معانا فريق قوي جدا، مش مواقف صعبه، هي مواقف حلوه، ان احنا كان عندنا ملعبين بس، وكانت امكانيات في النادي الاهلي ضعيفه جدا، بس كنا اقوى فريق في مصر، بنكسب الدوري كل سنه. لان كان في الفريق الكابتن ابراهيم امين ربنا متعه بالصحه، كان بطل العالم، وكان في الفريق يعني انا كنت صغير في الفريق معاهم، كابتن جلال علام، كابتن شريف عفيفي، وكنا دايما، وكابتن عبد الواحد عبد العزيز، كنا دايما بنكسب الدوري على مستوى مصر. رغم يعني كان عندنا ملعبين بس، الملعبين دول هم اللي عملوا كل الابطال المصريين العالميين. كان زمان الملاعب دي ملاعب بلاط ما فيهاش سقف، واخد بالك؟ يعني كنا الواحد ممكن كل يوم الملاعب الاسمنت دي تدوبي جزمه سكواش كل يوم. كانت مواقف صعبه، والملاعب ما كانش فيها سقف، فاحنا يعني ابتدينا من الصفر لحد الحمد لله ما بقى عندنا في عهد الكابتن خطيب مجمع سكواش من احسن مجمعات السكواش في مصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. لو الزمن رجع بيا مش هعمل اكتر من اللي انا عملته. كل
كل فتره في حياتي مريت بيها في صعبه وحلوه انا بعتبرها كويس. كنت عايش في انجلترا وعندي ولدين وبنت الحمد لله كلهم متجوزين، وعندي 11 حفيد والنادي كله عارفني. ولما رجعت من انجلترا اشتغلت مدير فني للنادي الاهلي فتره طويله، وانا رغم من العروض كتير اللي بيجيني الا ان انا ما احبش اشتغل غير في النادي الاهلي، لان هو اللي ليه الفضل عليا وتربيت فيه وافضله كتير عليا، وكل اللي بعمله وجودي في النادي الاهلي بحب ارجع ولو جزء بسيط من افضل النادي الاهلي عليا. وطبعا فخور بالمجامعه اللي احنا موجودين فيه، وان شاء الله قريب جدا كابتن خطيب زي ما وعد في بدايه انتخاباته من 3 سنين انه هيفتح مجمع سكواش تاني في اكتوبر، وان شاء الله ده يعني تقريبا شبه خلص، فدي حاجه كويسه جدا، وطبعا حاجات انا بفتخر بيها لنفسي وللنادي طبعا.